مرحبا بكم، نحن في المقاربات حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا حول الحقيقة المحمدية مع الباحث الأستاذ حسن قفاري. وإن كانت الحقيقة المحمدية قد حازت السبق في الجدول الزمني الملكوتي الغيبي للخلق والنشأة، فلا أدعى أن نقترب من ملاحظة نوعية الخلق وصفته وكيفية تمام تعديله وتسويته. وفي ذلك يعتقد الصوفي بأنه وإن تأخر وجود جسمه الشريف على جميع الأنبياء فإنه متقدم عليهم وعلى جميع المخلوقات باعتبار حقيقته الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. ويربط محي الدين ابن عربي التعين الزمني للحقيقة المحمدية بالنشأتين الروحانية والجسمانية التابعتين للتعلق السمائي والأرضي، وذلك أنه لما كانت دورة الخلق قد ابتدأت بمحمد صلى الله عليه وسلم في خلق النور المحمدي وهي دورة تابعة للنشأة السماوية، فإن دورة الخلق قد ختمت به وهي تابعة للنشأة البدنية الأرضية. وبالتقائهما في صورة محمد صلى الله عليه وسلم كملت النشأتان وختمت الدورتان. حسن غفاري حسين من مواليد مدينة بر اللامة في العام 1967، يعمل في الأعمال الحرة. تلقى تعليمه على كبار علماء التصوف في السودان مثل الشيخ الشريف الهندي والشيخ عبد الجبار المبارك. يعكف على إعداد كتابات حول التصوف، الفلسفة والمنهج. سترى النور قريبا. نواصل الحديث حول الحقيقة المحمدية مع الأستاذ غفاري. أستاذ غفاري مرحب بك. مرحبا عليك. سعيد نحن بنواصل معك الحديث حول الحقيقة المحمدية. ابتدينا بحلقة كنت وصلت في نهاياتها لتمثل الواردات من المولى عز وجل في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم عن طريق آيات الكمال وآيات الجمال، أو آيات الجلال وآيات الجمال، وإنه آيات الجمال هي اللي بنشوفه في أدبه صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع صحابته صلى الله عليه وسلم، في تبسمه، في كل المسائل المتعلقة بهذا الشكل الجمالي. وآيات الجلال كذلك كثير جدا من ما وصف به صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث فيما يتعلق بهذه الجوانب ليمتد الحديث بعد ذلك حول الصفات التي أشرنا إليها في خاتمة الحلقة الماضية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين. أنا شاكر لك أيضا متابعة في الحلقات ونتمنى التوفيق إن شاء الله. بداية يجب أن نستصحب معنا دائما موضوع الأولية. نعم. موضوع الأولية هو محور أساسي في إثبات قدم تقدم الحقيقة المحمدية في الصدور، فهو الأول صدورا ومن على كل المخلوقات. نعم. وأن هذه الأولية التي هي أصلا هي أولية انتماء إلى دين الله اللي هو الإسلام، الدين عند الله الإسلام، والموجودات العقلائية في التدين في بدايات التدين دائما ما تكون موجودات كاملة. يعني الله لم يبتدئ الخلق بشخص عادي، ابتداه بنبي. الابتداء بالعقلائية الكاملة دي هي مهمة، لأنه إذا بدأ بغير الكامل أو بغير العاقل الكامل تصبح إشكالية، لأنه بيدي للغرائزية التي هي داخلة وليس الصانعة للمكون، هي داخلة بدي للغرائزية أصلي وجودي. وإذا أدى للغرائزية أصلي وجودي معناته أدى لكل فعل سيء أو لكل فعل شرير أصلي وجودي. فلا بد أن الصادر الأول ده يكون في حالة كمال. فإذا كان المخلوق الأول كان نبي، يعني ما لا 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 أظن أنه في أكمل من الأنبياء عشان يخلق. نعم. أيضا الصادر الأول في عالم الحقائق لا بد أن تكون دي الحقيقة الكاملة. والحقيقة الكاملة هنا تحققت فيه باعتبارها الحقيقة المحمدية ذات الأصل النوري. ذات الأصل النوري، هذا الأصل النوري لاحظ المفارقة، عندما أريد له التجسد أوضع في ماذا؟ أوضع في الطين. هنا في حالة بتاعت تضاد حاصلة، مش كده واضحة؟ نعم. طيب،
وهناك الأصل الناري أو الأصل الظلي. فالشيطان إذا لما أريد أن يوجد في عالم الخلق أودع في حقيقة مخالفة، هو أصلا ظل. هذا الشيطان في الحقيقة هو ظل، أودع في أصل متوهج نار، هو نار. ولاحظ الظل مع النار مش كده، لكن في النار ظل، في النار ظل. والنار وإن أنارت هي ليست نور، وفي النار سواد وفي النار ظلمة من آثارها من دخانها من لهبها. إذا احترق الأكسجين بداخلها لاحظ أن النار دي بتلاحظ أنه في أنواع من اللهب الأزرق وحتى اللهب الأسود. إذن الظلمة كامنة في النار، لكن الظلمة التناقض الحقيقي هو أن تجد ظلمة في النور. لا أصلا لا يمكن. طيب، فالظلية هنا جعلت هذا التناقض. فالأولية لا معنى لها إلا من حيث كونها حيثية نفسها، لا معنى لها إلا بوجود سابق لهذا الوجود. وهذه هي أولية الوجودية. ثم في هذه النشأة سرت كل الألطاف الإلهية المتنزلة إلى الخلق عبره صلى الله عليه وسلم، عبره. كما أن كل النطف كل الجينات كل عوامل التوالد والانتخاب الطبيعي، كان انتخاب طبيعي ولا كان طفرة، أنزلت في هذا الظهر الآدمي. وإلا لا معنى لأخذ أن يأخذ الله ذرية بني آدم من ظهر آدم، هم تجمعوا في هذا الظهر وخرجوا عبر الزمان كما يقال يرعف بهم الزمان. فوجود كل الحقائق في الحقيقة المحمدية هذا من باب يعني إعطاء الخبرة، إنه الحقائق عندما تنزلت من عالم الحق إلى عالم الخلق تنزلت فيه ومنه عبرت إلى كل المخلوقات، وهو إذن هو عارف. وبالتالي تجد أن هؤلاء تجد أن المتصوفة أو العرفانيين هؤلاء لهم مفهوم مختلف عن العصمة، عن المتكلمين. المتكلم يتكلم عن العصمة وينظر إلى البشرية على اعتبار أنه هو بشر معصوم. بشر معصوم، وأنه في أشياء قد لا يكون معصوم. لكن العارف لا ينظر إلى حقيقة البشرية، وإن رأى البشرية لأنه ينظر في البشرية هي إلى تلك الصفات التي تخف صفات العارف، والتي لا ينعكس منها نور، والتي تشع كما ذكرت في السير، إنه أحد النساء على السيدة عائشة كانت تخيط من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا الإشعاع يخالف الطبع البشري. العارف ينظر إلى ما يراه المتكلم. لاحظوا دي نقطة أنا بفتكر إنه مهمة، إنه الجدل الكلامي، الجدل بين المتكلم وبين العارف بيكون في الحتة دي. ما يراه المتكلم هو يرى البشرية، ويرى البشرية من خلاله بقانون البشرية الذي فيه. أنا بشر وهو بشر. العارف يرى البشرية من معرفته التي ترى أن هذه البشرية فيها أشياء ما طبيعية بالبلدي بالداري، ليست كأشياء البشر. ليست كأشياء. هنا عند العارف تتكون مفاهيم للعصمة، للحكومة النبوية، للحوكمة النبوية، للتحاكم عند النبي، لشكل التحاكم، لطريقة الخطاب عند النبي قبل أن نجي في بيبقى الكمال بيختلف. ولذلك العرفاء لما نجوا لتلك الثلة الخيرة من المؤمنين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالأمر، قال من كان يعبد الله، من كان يرجو، من كان يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليصلين العصر في بني أريضة. لاحظ هنا في جدلية مهمة جدا، يعني وإن كان مصوبة ككل جدلية
من فاته الوقت وأراد أن ينفذ أو ينفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر في بني غريظة. وجدلية من فهم بالاحتمال أن مراد النبي مقصود منه الإسراع، لكن إن أدرككم الوقت في مكان ما فصلوا. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك صوب الفريقين، لكن على مستوى الصواب العام، يعني على مستوى الصواب العام، على مستوى الخروج من الخطيئة، على مستوى الخروج من الخطأ كذا. لكن على مستوى الخاص من هو الأصوب إذا الاثنين طلعوا؟ العرفاء يروا أن الأصوب هم الذين أصلوا العصر في بني غريظة، التزموا حرفيا بالحرفيا. نعم. ليه؟ لأنهم ما مسألة الالتزام الحرفي فقط، مسألة النظرة البعدية، أن الذي أمر هنا هو يدرك مرادات الشارع ومرادات الحق أكثر من معرفتنا نحن بمراده. هو أدرك مرادات الحق، وبالتالي عندما قال ليصلين العصر في بني غريظة كان يصلي العصر في بني غريظة ولو فاته، لأن الذي أمر بذلك يدرك حقيقة ما طلب. فبالتالي الأصوب هنا، وهنا ده المسألة ما عالم ده، هنا ما في مستوى الابتلاء، هنا ده في مستوى الترقي، في مستوى درجة الترقي، درجة أعلى. الدرجة الأعلى هنا. ولذلك هم دائما بتخيلوا المسألة الأعلمية في الرسول صلى الله عليه وسلم دي، بعدين بنناقشها في المعرفة الحضورية. الأعلمية عند الرسول صلى الله عليه وسلم ناتجة من ماذا؟ ناتجة من قدمه في عالم الحقائق، إنه هو قديم في الحقيقة، وإنه العلل الإلهية جات نازلة على الخلائق، وسلسلة هذا الوجود تمت من عبره، وأنه هو العلة الأولى، وأنه هو مصدر الفيض. فبالتالي دي بالتقريب بنقول إن أتاحت له خبرة كل المشاهد، اطلع على كل هذه أي المسائل دي من عالم، لأنه عالم الإيجاد هو سابق لعالم الخلق اللي احنا فيه. لا يلا ندخل إن شاء الله. طيب الصفات، أنا مصر على تحليل، يعني ضرورة نحل الصفات زي المشيئة وفك الاشتباك الممكن يرد لذهن العادي، إنه دي صفات المولى عز وجل ولا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، زي المشيئة والإرادة والقدرة واللطف والحكمة. هو طبعا دي من مباحث الأسماء والصفات في علم التوحيد، وده من المسائل اللي حصل فيها اختلاف كبير بين المذاهب والمدارس على مستوى البحث الكلامي. دائما البحث الكلامي لأنه مفرداته ومصطلحاته ضيقة، دائما بيمشي إلى الزاوية الحادة، مش لأنه علم الكلام علمي أصلا بيمشي إلى كده، لكن هذه المسائل مباحث عندما تتم كلاميا بتصل إلى حدة، إلى درجة الحد أو الزاوية الحادة. لكن المبحث هذه المسائل عندما يتم عرفائيا عند العرفاء بيتم بصورة أخرى، بيتم بصورة فيها شيء من الشهود. ولذلك نحن نقول إنه المباحث الكلامية هي مباحث تأسيسية يبنى عليها، لكنها ما مباحث استشرافية. الاستشراف بيتم لابد فيه من شكل من أشكال التربية والسلوك، ومن شكل من أشكال البرهنة والاستدلال والقوام الاستدلالي. هنا في المباحث الأسماء والصفات خلينا نبدأ بنقطة مهمة، هي ما مذكورة في الأسماء، هي صفة العلم. وأنا عندي إن صفة العلم دي من الصفات الجامعة، يعني نحن ممكن في عالمنا ده نقول الله سبحانه وتعالى أراد كذا، ويمكن لنا أن نقول أن الله لم يرد كذا، ويمكن أن نقول أن الله شاء كذا، لكن ويمكن لنا أن نقول أن الله لم يشأ كذا، ويمكن أن نقول أن الله خلق كذا،
ويمكن لنا أن نقول أن الله لم يخلق كذا. هذه الصفات فيها براءة، يعني لم هنا ده لم يقل. لكن من المستحيل علينا أن نقول في بعض الصفات أن الله حي وأن الله ليس بحي أو لم يكن حي، أن الله يعلم وأن الله لم يعلم أو لا يعلم. لا، هنا ما بتجي. فهنا في صفات يجب الانتباه كويس، هنا في الحتة دي في صفات لها أمومة على الصفات. فصفة العلم صفة مركزية، إذا في تحليلنا على مستوى المفعولات اللي هي المخلوقات، على مستوى المفعول نحن هنا بنخلط بين الفاعل وبين الصفة وبين الذي وقع عليه الفعل المفعول. ففي الغالب نحن في كثير من القضايا، مثلا زي قضية المشيئة دي والإرادة، منقوم منفتكر إنه أي إرادة منفتكرها دائما في خط عرضي مع الإرادة الإلهية. وده من الإشكالات الكبيرة، من الإشكالات البنيوية اللي سببها منهجية علم الكلام نفسه. أنا أفتكر إن علم الكلام هنا في إشكالية كبيرة جدا، لأنه التصور بتاع إنه الإرادات الموجودة الأخرى هي في عرض ما في طول. فإذا كان العالم المطلق والمريد إذا لم يرد لسبب، والسبب هو فسحة الحرية والتكليف اللي أنت موجود فيه، لأنه لو أراد لك كذا وكذا 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 وإنت ما عندك أي قدرة على أي إرادة، إذن الأمر هنا ما في، يعني ما في تكليف. التكليف لابد من حيز بتاع حرية فيه. فهنا دي من إشكالات علم الكلام. صحيح المتكلمين كالإمام الغزالي في بعد الكلام قبل ما يصير فلسفي، حتى أكابر المتكلمين زي الجويني أستاذ وكذا انتبهوا إلى النقطة دي، إنه القضية في تاعت مباحث علم الكلام بتصنع نوع من التصور الزي ده، إنه أي إرادة أو أي مشيئة بتكون في العرض ما بتكون في الطول. بينما أصل الإثبات في الأول إنه هو هذا الذي يريد، هو أصلا إرادته ما مستقلة. فإذا كانت الإرادة ما مستقلة هي سارية في طول وامتداد الإرادة المستقلة. الإرادة المستقلة إذا أرادت أن تجعل من زيد من الناس أو من تلك الأداة أو من ذلك العود علة لوجود الفعل، ليست هنا لوجود الفعل، فإرادة زيد من الناس وذلك العود وتلك وذلك الشيء ليست إرادة مستقلة في صنع الشيء ذاك. إذن هي إرادة تمشي في طول وامتداد الإرادة الأولى، ومشيها في طول وامتداد الإرادة الأولى يعني بواضح العبارة أنها هي وضعها وضع أدواتي، وما هو أداة في شيء لا استقلالية له في شيء، حتى وإن كانت ماذا الحقيقة المحمدية ليس لها استقلالية في عالم الوجود، لها نستطيع أن نقول بخلوص العبودية صار لها جاه عند الحق المطلق، فهي تستند على جاهها عند الحق المطلق لتلبية الدعاء، لكن لا استقلالية لا حتى في فعلها. لاحظنا المسيح ابن مريم عليه السلام كلما فعل شيء خارق للعادة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله في الآية، هذه دل إثبات إنه هو إرادته في الفعل حتى في الخلق، في إبراء الأكمة والأبرص والأعمى وهكذا، هي فعله هنا فعل مستند إلى إرادة إلهية. ولذلك جاء. فبتبقى هنا الأسماء الصفات دي بيحصل الخلط وين فيها، بين لما حصل الإشكال الكبير بين الفلاسفة والمتكلمين وخصوصا الفلاسفة المشائين، ما في تفسير الكرامة وتفسير المعجزة وتفسير كذا بأنها فعل خارق للعادة. المسألة ملتبسة عند الفلاسفة، وكمان أنا يعني ما قادر أبرئ علماء الكلام من حالة الالتباس برضه،
لأن الفلاسفة اعتقدوا خصوصا المشائية الأرسطية بتقول أن القوانين قوانين ثابتة في الوجود، وبالتالي حتى الله سبحانه وتعالى إذا وضع القانون يصير محكوم بالقانون. والعياذ بالله يعني الكلام يعني هو يصير أن يصير محكوم بقانونه، ولكن هي دي المقولة. بيجوا المتكلمين خصوصا السائرين على نهج الأشاعرة وكده للدفاع عن الدين، باعتبار انه الفلاسفه الاوائل ديل كانوا الرشديين ولا السيناويين ولا الفارابيين وغيرهم، باعتبار انهم مؤمنين بالدين باصل الدين. فبتجي المحاججه كالاتي، بتجي المحاججه اذا ما رايكم في المعجزه؟ ما هي المعجزه فعل خارق للعاده بغض النظر يسبق تحدي او لا يسبق تحدي. فإذا كانت المعجزة هي فعل خارق للعادة، إذا في كلام عن أو في كلام في حتة إنه صرامة القوانين دي، يعني إنما القانون خرق القانون خرق القانون هي، لكن هي الأمر ما كده، والأمر ما كده عندهم هم ذاتهم، لأنه الفعل الإلهي هو ما فعل متجزئ بين الصفات، هو فعل تقوم فيه الصفات وتفعله الذات وإن عبر علل. فلما نقول تفعله الذات هو فعل الذات، هو فعل مستصحب كل الصفات، وفي صفة هنا يحصل فيها التغافل أو الغفلة الله أعلم، وهي صفة الحكمة. رؤية الحكمة في الفعل الإلهي وباختصار شديد وبين غير أي مصطلح موسع، الحكمة هي عدم فعل العبث، أن الله لا يفعل العبث. فبالتالي ليس الله خاضع للقانون، كمان الله لا يفعل الشيء المفتوح كده ده، حتى ما يريد مع بالحكمة، لأنه الحكيم ده لعله من الأسماء في جدل الكلام الحاصل بين المذاهب من أقل الأسماء حظوة في الجدل، ما منتبه له كثير، في حين إنه الحكيم عند العرفاء إنه إزالة الإشكال ده تم عند شمع الدين بن عربي في الحكيم، في اسم الحكيم. فجدل المتكلمين والفلاسفة حل عند العرفاء في اسم الحكيم بأيلولة الفعل أصلا للذات الحكيمة. فإذا آل الفعل أصلا إلى الذات الحكيمة ما لا يمكن تخيل بعدك، إذن المعركة دي في كلها فيها حالة من حالات التوهم وحالة من حالات الاعتداد المذهبي والاعتداد المدرسي، بيحصل دائما يعني بين المدارس المختلفة بيحصل درجة من العصبية في الاعتداد بأصول المدرسة يفوق الأصل المبحوث عن الذي يجري عليه البحث. يعني إذن الحكمة هي من الصفات التي يجب أن نلحظها دائما في الفعل الإلهي، أن ننظر إلى الحكمة. ثم القدرة بطبيعة الحال الفعل الإلهي الناس بتنظر إلى القدرة، ولذلك أول ما تشوف الفعل الإلهي العبارة اللي بتطلع سبحان الله الله. ليه؟ لأنها هي انبهرت بالقدرة. لكن الحكمة هي في إنه عدم التناقض في الأفعال أو في سريان الفعل الواحد. نأخذ فاصل نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث حول هذه الصفات. إذن فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نواصل الحديث حول الحقيقة المحمدية مع الأستاذ الباحث حسن غفاري. أهلا بكم من جديد في المقاربات، سلسلة حلقات حول الحقيقة المحمدية مع الباحث والمهتم بالقضايا الفلسفية وقضايا التصوف الأستاذ حسن غفاري. أستاذ حسن، قبل الفاصل كنا بنحاول نفك الاشتباك في مجموعة من الصفات عند المتكلمين والفلاسفة، زي صفات المشيئة والإرادة والقدرة واللطف، زائدا عليها صفات الفعل مثل الخلق والإبداع والربوبية والألوهية. نواصل الحديث حول هذه الصفات وكيف ممكن نقدر نفصل إذا هي صفات خاصة بالمولى عز وجل ولا خاصة بالحقيقة المحمدية.
هي لا خاص بالحقيقة المحمدية مطلقا، ما عندها حاجة خاصة الحقيقة المحمدية مستقلة. الحقيقة المحمدية كل ما فيها أنها المظهر الأتم الأسمى الأعلى لظهور وتجليات الصفات الإلهية مطلقا. نعم. فهي مستمدة، لكن عندها طرف آخر تمد به، فإمدادها لا يأتي من ذاته، إنما يأتي من ما استمدت منه. فلا وجود في على صفحة الوجود مطلقا، لا موجود على صفحة الوجود مطلقا، عنده خصوصية يمد طالما أنت بتستمد، معناها الأصل هو الاستمداد. فدي عند نرجع تاني على مستوى المتكلمين، بنقول إنه عدم وجود تعارض بين وجود إرادة تسير في نفس وفي طول وفي امتداد الإرادة الإلهية، عدم وجود تعارض في ذلك، هذا يجعل إنه في كل مرة لا يستدعي أن نقول أن الله يفعل ذلك بنفسه، لا، في علل. لا يستدعي ذلك أن نقول أن بتبقى من المسلمات إنه مسألة الأخذ من الله والاستمداد من الله تبقى مسألة مسلمة. فإذا قلت أعطيت، ما يجي الرد طوالي تقول لا، قل أعطيت بإذن الله، ما كويس بإذن الله، لكن المسألة بقت بديهية، بقت مسلمة. هنا ده أيضا كذلك، ليه العرفاء ليه هم فكوا الإشكال ده أو كيف فكوه؟ فكوه قلنا بوحدة الحقيقة، أن الحقيقة في أصلها واحد، لكن مراتب المشككة دي قد تبدو للمتكلم الفلاني كذا، وقد تبدو للمتكلم الفلاني كذا، وقد تبدو للمتكلم الفلاني كذا. فاختلاف المعايير واختلاف العقول بيؤدي إلى وجود عدة صور هذا يراه للحقيقة الواحدة. فدي الإشكالية هنا. فبالتالي هم قاموا نظروا إلى المسألة بنظرة إحاطية. النظرة الإحاطية رأوا أنه من الضروري إدخال صفة الحكمة في كل فعل إلهي يحصل، عشان ما يحصل الاشتباك الحصل بين الفلاسفة وبين المتكلمين، اللي هو محوره كله وكلكله زي ما بقوله، ما بين مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة وتهافت التهافت، ما بين الغزالي ابن رشد والجدل الدار ده دار حول هذه على بعض الإشكال، منها الإشكال ده ذات تحديد على وجه التحديد. أنا يعني عند الشيخ الأكبر الموضوع مأخوذ بصورة أكبر وبصورة أوسع، ومباحث زي ما قلنا سابقا إنه المباحث اللي دارت في الفتوحات دي هي أشبه بعلم كلام مش يوضع جديد، مش علم كلام جديد يهدم ما فات، لا، هو علم كلام للحالة الكمالية، الحالة الترقي. لأنه فيه بالمناسبة الفتوحات والمخاطبات هي عبارة عن مصفوفات، فيها مصفوفات جدلية، فيها جدليات بتحصل، هذه الجدليات هي عبارة عن علم كلام بيتم في عوالم عندما تكون فيها حسنة الأبرار هي سيئة عند المقربين. ليس لأن الحسنة هنا بتتحول إلى سيئة ذاتية، لكن شرف المقام هناك بيراها إن كأنما ارتكب سيئة، أو كأنما كقيام الليل عنده صلى الله عليه وسلم باعتباره فرض بتاع. لكن أيضا فعل بعض الأشياء هو لا يجوز في حقه، مش كده؟ نعم. إذن طالما في حالة من حالات النسبية في الترقي المقاماتي الكمالي، حالة من حالات النسبية ترى إنه السيئة هنا تعد أو الحسنة هنا تعد حسنة، لكنها في مقام آخر هي أشبه بالسيئة، ولذلك قيل حسنات المقربين سيئات الأبرار. طالما في حالة زي دي، إذن في حالة جدلية، هذه الحالة الجدلية هي تحتاج إلى علم كلام يناسب. من هنا أنا أعتقد حسب قراءات المتواضعة في الفتوحات وغيرها، أعتقد أن الفتوحات لهكذا ألفت، والمخاطبات للنفري لهكذا ألفت، والإنسان الكامل
للجيلي هكذا كريم الجيلي ألف. النظر إلى هذا البعد في البعد الكلامي الكمالي، استطاع أن يعني صح لنا التعبير أن نعتبر أنه في الفتوحات وطروحات ابن عربي والنفري والجيلي وغيرهم هي علم كلام للبعد الكمالي، جدلية في العلم في البعد الكمالي في حالات الترقي بيتيح لنا رؤية أفضل للكتابين ديل أو لمنظومة الكتب دي أيضا. وإنت سيد العارفين في علم النفس التنظيري تعرف تماما أهمية نظرية التلقي في التربية النفسية، علم النفس التربوي، وأهمية نظرية التلقي في علم التخطيط التربوي. هذه النظرية المهمة جدا إذا رجعت إلى الفتوحات في المجلد الخامس تقريبا، المجلد الخامس في الفتوحات المجلد الخامس ستجد إن النظرية دي فقط يعني لا ينقص ابن عربي إلا أن يكتب عليها نظرية التلقي يعني صياغة العلمية بس ما أكثر يعني. والنظرية نفسها في غاية الأهمية، كان نظرية التلقي الحديث ولا ما ساقه ابن عربي للتعامل مع النص، لأنه بنية المعرفة العرفائية دي قائمة على تقعير النص، على أن النص له بطون، أن النص السطحي يمكن أن تستوعبه العقول ولا بعد الاستيعاب يصبح كأن لا وجود له ولا أثر. أما النص المقعر الذي كلما نزلت إلى عمق أنزلك العمق إلى أعمق، هذا النص دائما أنت في حاجة إلى التفتيق، تفتق المعاني، وهنا نظرية التلقي بتجي. فعندما نقول للشخص أنت الآن تقرأ، لا أريد أن أذهب إلى القرآن والآية، لكن أقرأ أي نص تشاء، بيت شعر كذا، عندما تقرأ قد لا تأتيك واردة أو لا تأتيك فكرة من القراءة حتى الآية القرآنية أو إلا المعنى المتبادر الذي لكن قد تقرأه في لحظة فتأتيك الخاطرة، تعطيك الواردة. النص هو نفس النص، والنص نفس النص، والشخص هو نفس الشخص. إذا تغيرت الحالة، تغير الحالة، الحالات تتغير، إذا الأفهام تتغير، إذا بعد شوية الزوال ذات تتغير. هذه المرونة، التي يتعامل بها العرفاء في عوالم النص، هي ما تحتاجه الحركة الفكرية في حالة الصدام والصيانة اللي انت شايفه ده. فهم لاحظ انهم بيتعاملوا بالمرونة دي في قضايا في غاية الصعوبة وفي غاية العمق المعرفي وفي غاية التعقيد والتشبيك وما أشبه ذلك بهذه المرونة، فما بالك بالقضايا التي إن عدت مع ذلك هي من قضايا التافهات يعني. فما بالك إنه في مسائل لا تسمن ولا تغني تجد العراق والصيام دنيا وقاعدة دنيا جاي. ففي هذه يأخذون بهذه المرونة، وهذا ما يميز المدرسة العرفانية من البعد، إنه يميز التمييز حقيقي إلى أن تأخذ المسائل بأخذ بكثير من المرونة. حتى لاحظ النقاش ده بيتم على مستوى شنو؟ بيتم على مستوى الأسماء والصفات، أسماء وصفات الحق عز وجل. بهذا الشكل يتم التعامل بهذه المرونة. إذن يعني الصراع على سواد الدنيا لا يستحق، نعم. الربوبية والألوهية، هنا دي نقطة، ودي برضو من الإشكالات في من تعامل مع الربوبية على أنها هي الخالقية، الرب الرب الخالق، وفي من تعامل مع الربوبية على أنها هي العبودية. لكن أنا هي لا تستطيع أن تقول الربوبية ليست هي الخالقية وليست هي العبودية، لكن العبودية والربوبية هي كالمعنى الخاص والمعنى العام. وفي وكما يقول علماء المنطق والأصولين، المسألة هي عموم وخصوص. الربوبية على وجه الدقة، لا نقول لا تعني الخالقية، لكن على وجه الدقة تعني المدبرية،
تعني التدبير. فالخالق بالضرورة يكون رب. نعم. من هنا عشان كده ما نقول إنها ما بتعني، لا هي تعني، لكن إلى أي درجة تعني. شفت المبحث العرفاني بيجعل القضية النسبية بتاخد حدها أقصى. المبحث الكلامي أو المبحث ما أقدر أقول المذهب السلفي، لكن المذهب النص الظاهري بياخد القضية إلى النقطة الحرجة ويحاول يقفل القضية المفتوحة في النقطة الحرجة. هنا شوف ذهب إلى إنه النص الإلهي أو الربوبية تعني المدبرية، والمدبرية في الأصل من المقرر به عند الكل أنها تقوم على مبدأ العلية السببية، والسبب إما ظاهر وإما باطن. نعم. الإشكال والعكة الكبيرة بتقوم وين؟ في السبب الباطن اللي هو ما مدرك. ما مدرك ده. أما في السبب الظاهر فالكل سكوت، الكل كله إذا جاءه التهاب زي حالتي دي هسه بيمشي بياخذ الدواء عادي. ما بقول أشركته. لكن إذا جاءته حاجة قال لي يا فلا. ابن عبد الله. لا كيف؟ لا هنا ابن عبد الله لا يصبح لا يصبح من وسائل وأدوات الربوبية في إفشاء، لا يصبح سببا. آه لا يصبح سببا لأنه ما غير ظاهر، لأنه ما 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 ما, ما كبسولة. ما شربنا مباشرة، ما تعاطينا مباشرة، ما شربنا مباشرة. فالربوبية بمعناها المدبرية، والمدبرية تقتضي السببية. إذن والأسباب فيها الظاهر وفيها الباطن، فإذن لا فرق طالما قررنا السببية كأصل، يبقى نقول ظاهر والباطن، ظاهر ولا باطن، هو في الآخر سبب. في الآخر سبب. أما التأويل والغوص في النوايا، لا ما أردتم ذلك إنما أردتم ذلك، ده موضوع بيبقى خرج من إطار الموضوع، دخل في أطر تانية. هنا بيبقى الربوبية دي هي اللي الآن هي عليها الإشكال. الإشكال هي في سوق الأسباب. السيد أحمد بن إدريس من أكابر مشايخ التصوف ومن المشايخ المرشدين ومن أهل التسليك الكبار، وله جاه واسع عريض في عالم التصوف، وصاحب مدرسة وخصوصية. يحكى عنه أنه كان بيوصي تلاميذه عند بدء في أي عمل أن يبدأ بالبسملة، بالبسملة المقرونة بالحوقلة، المقرونة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا السيد أحمد بن إدريس ذلك؟ قال لمن أراد أن يرى أثر الحقيقة المحمدية في الفعل المادي، يعني من أراد أن يثر أن يرى أثر الحقيقة المحمدية في شربة الماء، في قضمة العيش أو في لقمة العيش، في جرعة الدواء، إذا داوم على هذه مع الذكر يعني، وطبعا بعد ذكر، لكن إذا داوم على هذه العادة أن يجعل مع بسم الله الرحمن الرحيم دي لا حول ولا قوة، وهنا ده كلامه ما بناخده كتشريع، لكن هو تجربة. تجربة. والرجل خبير. نعم. أي خبير اقتصادي بنجيب واسع. الخبراء الاقتصاديين بيجيبون من أقاصي الأرض عشان وما أكثرهم. نقول ناخدها بالبساطة دي، إنه الرجل مجرب والرجل أستاذ بيسلك في طرق وعرة، نصح بهذه النصيحة عن مشاهدة. إذن لا داعي هنا دا للتشكيك، لأنه هي أصلا ما خارجة عن إطار، والتشكيك بمعناه التكذيبي مش التشكيك بمعناه التفاوتي. هذا كلام ما عنده أصل يعني. ما عنده أصل. هنا قرن البسملة بالحوقلة بكذا، ده هو بدايات الخطو نحو التجرد من العالم المادي لرؤية الحقائق. هو يريد أن يرى أثر الجناب المحمدي، أثر الحقيقة المحمدية، الأثر المباشر، المباشر. نعم. وهو مش يريده لنفسه، يريده لتلميذه للسالك في تسليكه ده. آه.
إنه أفعله كده عشان تشوفه كده. إذن ده كله داخل في شيء، داخل في إطار ربوبي ما مستقل. نحن لما نشوف أثر الحقيقة المحمدية أو جناب الشريف حسب مباني العرفاء والده، إن ما على نحو الاستقلال، هي من نحو فعل فعل المحتاج إلى غيره، يعني القائم بنفسه والفاعل بنفسه والفاعل بغيره، هو فاعل بغيره لكن بنيات درجة يعني. فكلنا ندعو الله مش كده؟ لكن هل توجد مقارنة بين الذي يدعو الله وهو في الحالة البشرية العادية دي، حالتنا الماشين فيها دي، وبين من يدعو الله وهو في مقام ولسوف يعطيك ربك فترضى على حسب تراتبية المقام نفسه؟ إذا طالما وصلت المقام ده ودعيت، الدعاء هنا بيختلف من دعاء الذي لم يصل إلى المقام ده. فالذي وصل إلى مقام ولسوف يعطيك ربك فترضى، في داخل الفعل الربوبي يكون له جاه إذا طلب الدعاء في داخل الفعل الربوبي، الفعل الربوبي يحصل، كما سنتناول ذلك في مسألة القضاء والقدر، وفي مسألة القضاء المردود بالدعاء، القضاء المردود بالدعاء. فما بالك إذا رد الدعاء القضاء بدعاء الآحاد والأفراد وعامة الناس؟ فما بالك إذا ولسوف يعطيك ربك، ولسوف يعطيك من المقام العالي، من المقام العالي. إذن المقام العالي يحصل منه الفعل العالي. وكما أشرنا في حلقات التصوف الماضية إلى مقام سيدنا عمر في وافقني القرآن ووافقت القرآن، ورأينا التوسع الكبير والسقف العالي الذي نصبه ابن قيم الجوزية في استعراضه للآية دي في كتاب طلب الإرادة، إنه وافقني مقام وافقني ووافقت، وإنه مقام وافقني دي ده مقام له خصوصية عالية، وإنه وافقني دي وافقني القرآن تجعل من الذي يوافقه القرآن تجعله علة تكوينية، علة تكوينية في إحداث ما لم يكن أصلا حادث. فإذا ما كان هو علة تكوينية في إحداث ما لم يكن أصلا حادث وغير موجود، إذن قل سألنا تساؤلنا الكبير، إذن ما هو الإشكال بين ابن قيم وبين السهر وردي؟ انتفى الإشكال، انتفى الإشكال جملة، لأن الإشراق أصلا يقوم على ذلك. فإذن يبقى الإشكال هي دائما من تعنت الحالة المدرسية، الحالة المذهبية تصنع التعنتات، الحالة العرفانية دي بتصنع مدى واسع من القبول، من القبول المعرفي الذي بالتالي أنت قبلت المعارف وأنت بقيت تحتاج إلى تدليل فيها، بالتالي أنت تقبل حاملي المعارف من الآخر اللي هو بيكون مختلف معك. فالنظرة العرفانية على الحالة المجتمعية نصل إلى ممكن نعتبرها قاعدة أساسية، إنه من أفضل القواعد الاجتماعية للتعامل مع الآخر الخصم ده هو المنهج العرفاني القابل على الانفتاح المعرفي أولا، التدقيق العلمي ثانيا، القبول بحامل المعلومة وحامل المعرفة، ما التعامل معه معاملة الخصم. فبالتالي فإذا صار في الأمر الربوبي ده، والأمر الربوبي ده هو لعله معظم الإشكالات بتتم في الأمر الربوبي. نعم. الأمر الربوبي وجود الجناب المحمدي هو وجود الدعاء، والجناب المحمدي عندما يدعو في الأمر الربوبي هو يدعو إلى الأمر الربوبي من باب الدعاء، من باب تسلمه، ومن باب أنه الصاحب الأصيل لمقام ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، حنواصل فيه. نعم، أنا ماشي على الختام. الصفات المشتركة بين القائم بذاته والغائم بغيره، نحن سأتينا على بعضها، لكن هنا نجرع نفهم ذات فكرة القائم بذاته والغائم بغيره دي. الذات المتوحدة الله سبحانه وتعالى هو ليس بمركب، وليس له أبعاد، ولا تحكمه المعيارية الزمان والمكان، ولا يخضع لذلك، ولا يسأل عن أين ذات دي، أين هو دي، لا يسأل بالأين، أين هو، لا، لأنه الأين دي دال على مكان ولا المتى. فعندما نقول المطلق
المطلق هو اللامحدود الذي لا يحد، ليس له حد. هذا المطلق اللامحدود الشبهة تأتي أنه إذ صار لا محدودا معناه اختلط بالآخر المحدود، فلا بد من حد يفصل المحدود من اللامحدود، ودي طبعا حزلقة يعني. فهي بقت إشكالية في أنه هل، لأنه التصور هنا في حد ذاته خطأ، لأنه بيتصور هذا الشكل هو لا يفرق بين الواحد العددي، واحد العدد الذي تخرج منه الإثنينية وتخرج منه الجماعة الثلاثية وتخرج منه ويخرج منه الأعداد المتكثرة الهائلة. في الأصل هي شنو؟ هي واحد. هي الأصل واحد. هو لا يفرق. الذي يقول مثل هذا إنه إذا كان الله ليس له حد، معناها إنه الآخر، معناه هو داخل في الآخر. هو لا يفرق هذا بين واحد العدد وواحد الوجود. فواحد الوجود هو ليس من شاكلة واحد العدد إنه إذا يمكن أن وجوده في باقي الأعداد وجود يعني حاصل ومكون. لا، هنا الموجود اللي نحن نظن إنه نحن ذوات قائمة وقاعدة، لا أبدا، نحن ذوات ظلية. ذوات ظلية محكومة بقانون الزمان والمكان، القانون الزمان والمكان الذي تكلمنا عنه. نحن إذا وصلنا إلى عالم ما بعد الموت بتبقى معيارية الزمان والمكان دي معيارية وحتختلف تماما. نعم. فإبقى نحن قاعدين الآن نسقط الحالة ونسقط التصور ونسقط المفهوم ونسقط الحالة الذهنية على مفهوم العلاقة الربوبية، وإنه هذا الرب له ذات، وهذه الذات لم تخلق ولم تركب. نعم. ولذلك هي ذات ذاتية، ذاته. أما ذاتك أنت هي ذات يبدو أدركنا الوقت. يعني إحنا بنقطع مرات في تواصل يعني سردي لا يستحق إنه نقطعه، لكن على وعد إنه نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شاكر لك الأستاذ حسن غفاري، وشاكر لكم أعزائي المشاهدين الكرام. هنالك للهوى أريجه النبوية موصولا بأنفاس السماء وكأسها الكافور، هنالك للضحى حجل بأسوار البقيع وخفة وحبور، هنالك للثرى طيب بدمع العاشقين ولؤلؤا منثور، هنالك للصلاة رياضها الفيحاء والقرآن فجريئا تضيء به لها وصدور. صلى الله على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحياتي وفريق عمل المقاربات، وإلى لقاء.